بما انه التطورات الاوضاع في السودان متلاحقه وكمان بتشهد تعقيدات كبيره، علشان نكون متابعين التفاصيل اللي حصلت خلال 24 ساعه اللي فاتت، معانا يعني زميلنا موفد اكسترا نيوز احمد عبد الرازق، هو موجود في الخرطوم مباشره، هينقل لنا تطورات الاوضاع ونبض الشارع والى اين وصلت الامور بين قوى اعلان الحريه والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. مساء الخير واهلا بيك يا احمد، كل سنه وانت طيب، ويعني متابعين معاك على مدار اليوم كل ما يجد جديد. ضعنا في صورة الأحداث حاليا، إيه التطورات اللي حصلت وكيف هو نبض الشارع الآن؟ تحياتي لك مروج، كل عام وانت بكل خير وصحة وسعادة. يعني بحسب ما وردنا من الثوار في ميدان او ساحة الاعتصام، ان الساعات التي تلت او عقبت اعلان المجلس العسكري تعليق التفاوض هي الساعات الاكثر هدوءا وايجابية داخل ساحة الاعتصام، بالرغم ان قرار التعليق نفسه هو قرار يعني ربما هناك الكثير يتحفظ على هذا القرار، ولكن كانت الايجابية التي أظهرها الثوار في ساحة الاعتصام ملفتة بالفعل. قاموا بإزالة الأسباب التي استند أو ارتكن عليها المجلس العسكري لتعليق التفاوض، فبدأوا بإزالة المتاريس، بفتح الشوارع التي تم إضافتها إلى الاعتصام، وعاد الاعتصام إلى أو مساحة ساحة الاعتصام إلى مكانها أو مساحتها الأصلية يوم 6 أبريل الماضي. كما تم أيضا فتح شارع الملك نمر وشارع النيل وفتح الكوبري وتحريك او فتح خط السكة الحديد الذي يمد الولايات بالكثير من الامدادات اللوجستية والتموينية وغير ذلك. هو تصرف ايجابي يعلن به الثوار عن رغبتهم الحقيقية في استكمال عملية التفاوض التي بالفعل توصلوا فيها او من خلالها الى مكتسبات تحسب لهذه الثورة السودانية، والتي تضع الثورة السودانية كنموذج يحتذى به. يتوقع الكثير من الثوار في ساحة الميدان أن يعود المجلس العسكري الانتقالي بعد 72 ساعة المقررة لتعليق التفاوض بأخبار طيبة. يعني كنا قد التقينا بعدد من الثوار من ساحة الاعتصام على مدار اليوم، وكانوا بالفعل قد أفادونا بهذه الأخبار. هم قرروا بأن شعار الثورة وهو حرية سلام وعدالة يجب أن يتحقق منذ كما بدأ حتى النهاية، حتى اللحظة الأخيرة. اسمح لي مروج أيضا أن أشير إلى أمر بلغ الأهمية، وهو أن ما تم الاتفاق عليه قبل تعليق التفاوض قائم ولم يتغير، أي أن مكتسبات التي حققتها الثورة السودانية من خلال التفاوض أيضا مع المجلس العسكري قائم، لم يعني تلغى. وهي كما ذكرنا ربما في مداخلات سابقة بعض الأمور التي تم التوافق حولها، كان أبرزها هو التوافق حول المجلس التشريعي أو النسب المشاركة في من أعضاء المجلس التشريعي على أن تكون بنسبة 67% من أعضاء المجلس من قوى الحرية والتغيير أو قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي القوى أو الكيان الذي يضم أو يجتمع فيه معظم القوى الثورية والوطنية في ساحة الاعتصام أو ساحة ميدان الثورة السودانية. 33% المتبقية هي أيضا من القوى الوطنية والتي لم تكن قد وقعت بعد على الإعلان من أجل احتواء هذه القوى ولم الشمل السوداني تحت شعار السلام، والسلام هو كما ذكرت أحد مفردات شعار الثورة حرية سلام وعدالة. يعني هذا هو ربما مضمون المشهد، الميدان أكثر هدوءا، الثوار ينتظرون المزيد. لذلك نتوقع في الأيام القادمة أو بعد انتهاء هذه المهلة أو فترة التعليق تعليق التفاوض أن يعود المجلس العسكري ببيان يرضي جميع الأطراف. وبالحديث أيضا عن الأطراف، ربما تحدث كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بأن كلاهما ليس له مصلحة في وقف المفاوضات أو تعليقها بإثارة الشغب، لذلك يتحدث الجميع حول طرف ثالث هو من تسبب في إثارة الشغب والبلبلة، والذي يهدف بطبيعة الحال إلى إجهاض الاتفاق أو التوافق الذي تواصل
وصل إليه أو وصل بين الطرفين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ويهدف هذا الطرف الثالث الذي يتحدث عنه الخبراء والمحللون وطرفي الأزمة أيضا، يعني يستهدف عدم الاستقرار وعدم انتشار السلام مرة أخرى في السودان. يعني هذا مجمل المشهد على مدار اليومين السابقين. أعود إليك مرة أخرى مروج. أحمد لو سمعني، كنت عايز أسألك على المجلس العسكري الانتقالي لما أعلن عن تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة، هو قال أنه هذا التعليق يعني يعود أو هو متوقف على إزالة المتاريس جميعا، وقف التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، وفتح خط السكة الحديد اللي كان أغلقه أو تم إغلاقه من قبل البعض. هل من يعني من على الأرض من واقع معيشتك يعني للحال في الخرطوم، هل بدأت قوات أو جهات معينة أن هي تتحرك لتنفيذ هذه المطالب أو هذه الأمور حتى يعني تعود المفاوضات مرة أخرى، ولا يبقى الحال على ما هو عليه؟ طيب.